الهارت او الكاردوس السيستم المفروض انها اعدي الاول على حاجه اسمها النيرف او البي او المصل الاول يعني. ففي في جمله كده هتقابلنا هتلاقوا غريبه جدا حاجه اسمها ريستنج ويبرين بوتنشال طبعا ما عندكوش فكره عنها حاجه اسمها اكشن بوتنشال كارديك ماسل برضه انتوا ما عندكوش فكره عنها كل حاجه دي يا جماعه المفروض كان بيبقى لها تاخد فيه في يونت تاني او في شابتر تاني او في حاجات تانية ولكن انت افهم معايا بقى لازم اوضح لك المصطلحات دي يعني ايه ريسينج بريمتر يعني حاجه اسمها دي بولاريزيشن يعني حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن الحاجات دي مشروحه بالديتيلز بس قلنا في حاجات تانية ان انا اخد فكره عنها وبالراحه خالص بهدوء ولا انفعال ولا بتاع ولا عنف ولا بتاع تعامل مع المعلوم كده بهدوء لما اجي اقول لك والله اي سيل في جسمك وليكن اللي انا بتكلم عنها مثلا كاردك سيل العلماء لقوا ايه؟ لقوا ان في دي سيل مثلا لقوا ان في بص شارج اون سايت وان في نيجاتيف مين؟ شارج لان يا جماعه انتوا عندكم في حاجه اسمها الايونز ما هي الايونز اللي هي الكاتايونز مين؟ الايونز بقول كتايم انايز يبقى معناها المينرال ده عليه شحنه لو هي موجبه يبقى ايه؟ حاجه اسمها كتايم لو هي سالبه يبقى ايه؟ انايز يبقى كتايم اللي هو زي الصوديوم مثلا زي البوتاسيوم زي الكالسيوم الانايز اللي هي تحت شحنه سالبه زي الكلورايد زي البايكربونيت فاهمين حاجه؟ يبقى في حاجه اسمها كتايم ومين؟ وانت سواء حكيت بقى بس اللي هو بتاع الثانويه العامه كاتيون وانيون ونجيب ما فيش الكلام ده كاتاين ومين؟ وانايون فالخليه زي برضه ما خدتوا فكره عنها في الجنرال السنه اللي فاتت ان دايما بره السيل كان في دايما صوديوم كتير شويه كلورايد وايت كاربونيت وجوه السيل في كاتيون جوه السيل كان في بوتاسيوم كتير هاي كاتيون كان في مش معنى كده يا جماعه ان لما اقول لك صوديوم بره كتير معناها ما فيش جوه يعني جوه في جوه في مين؟ يعني في انسايد في مين؟ اوسايد سيل بس اوسايد اكتر والبوتاسيوم نفس الكلام انسايد اكتر مين؟ اوسايد فالايونات دي يا جماعه اللي هي ذات الشحنات المختلفه دي توزيعها مختلف مش ايكوال فعشان كده اكتشفنا ان في مين؟ في بص بتشارج اكتر بره وفي مين ها؟ نيجاتيف شارج زي ما دايما يبقى في بص ونيجاتيف بيتولد حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس بنسميه فرق الجهد في البطاريه مثلا ده فيها طرف موجب وطرف مين ها؟ سالب لو موجب وموجب ما يبقاش في فرق ايه؟ او سالب وسالب ما فيش فرق جهد حاجه فدلوقتي يعتبر الخليه بقى العلماء بقى جابوا يعني ازاي عرفوا ان في فرق جهد؟ في جهاز كده اسمه جوتاميزر اسمه مين؟ الجهاز ده شاشه كده وله قطبين موجب بتاع ده او زيك خدين يعني هذا الشاشه هي ماشي في خدين كده خيط هنحطه بره السل وخيط هنحطه مين ها؟ جوه السل عشان يسكين هنا بقى هنا المحرك ده اتحرك مؤشر ده اتحرك قال لك يبقى اذا في حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس في فرق جهد كهربي مين انسايد مين؟ انسايد انسايد بيها مين؟ نيجاتيف بالنسبه لمين؟ انسايد خلاص؟ قال طيب البوتنشال ديفرنس دوت اللي هو بوتنشال ديفرنس هو فرق جهد ده يساوي كام يعني؟ مقداره قد ايه؟ قال لك ده مقداره بالنسبه للكارديك ماسل ماينس 90 ملي فولت ملي فولت يساوي مين؟ فمعايا ماينس 90 مين؟ ملي فولت العلامه دي العلامه دي يا جماعه يعني دايما العلامه دي تعني جوه بالنسبه لبره يعني لو انا قلت ماينس اي رقم مثلا ماينس 20 ماينس 50 كده معناها جوه سالب بره طب قلت مثلا هو زائد 90
برضه كل عين على مين؟ على جوه. يعني الرقم ده لو موجب مثلا موجب 20 او 30 انا يعني جوه موجب سنة بره ثابت. واضحه ولا ناس؟ طيب ال 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 في بقى مهم مصطلح بقى اسمه ايه؟ اسمه ريستنج من دريم تنشن. ريستنج مين؟ ريستنج من برين بوتنشال ار ام بي. ريستنج من بوتنشال دوت طبعا هو يعني ما هو احنا قلنا يا جماعه ليه يبقى فيه بوتنشال ديفرنت؟ ليه في فرق او ليه في شحنات موجهه بره كتير وشحنات ثانيه بره؟ قلنا اللي في ايونز. الايونز دي لها ان ايكوال ديستريبيوشن يعني توزيع غير ايه؟ غير متساوي او غير متكافئ. فده اللي خلى بره موجب جوه مين؟ هو يا جماعه لو مثلا الايون مثلا هو الموجب عدد الايونات الموجبه بره زي عدد الايونات الموجبه جوه، وعدد الايونات السالبه جوه زي عدد الايونات السالبه بره، يبقى كده ما فيش مين؟ ده هيجي ده وده هيجي ده ما فيش فرق ايه؟ فرق جوه هيبقى في مستوى صفر حاجه. فتوزيع الايونات ده اللي هو الصوديوم كتير بره ومش عارف الناس كتير جوه والكالسيوم كتير بره ومش عارف مين، هو ده اللي خلى مين؟ خلى بره موجب وجوه مين؟ ثابت. هو بالتالي تولد مين؟ بوتنشال مين؟ اللي هو رقم كام؟ ماينس 20 مليون. في اسباب بقى طبعا في اسباب ليه الايونات دي توزعت توزيع غير مين؟ لان دلوقتي هنعرف ساعات اللي مش الصوت كتير بره ساعات بيدخل جوه. دايما الحاجه لما بتتنقل اكوردنج لحاجه اسمها كونسنتريشن جريدينت. يعني ايه كونسنتريشن جريدينت او كيميكال جريدينت؟ اللي هو فرق التركيز. معلومات الهبله العبيطه بتاعت الحاجه اللي بتنتظم تركيز اعلى تركيز مينها؟ ودايما في حاجه اسمها الكتريك جريدينت اللي هي فرق الشحنات. يعني ازاي؟ يعني الحاجه الموجبه تروح لمنطقه سالبه ما ينفعش موجبه ما يروح لمين؟ منطقه موجبه. ليه؟ بس حاجه اسمها تناقض. بديهيات المهم في سبب ليه خلى الصوت من بره كتير وليه خلى الكسر جوه كتير وهكذا، بس مش هنشرحه للاسف مش عليكم. انت بس تعرف ان في حاجه اسمها ريستنج برين تنشن. في فرق جوه ما بين انسايد ومين؟ اوتسايد. طيب بس خلي بالك ايه بقى حكايه ريستنج من برين تنشن؟ قال لك ده كلمة ريستنج دي يا جماعة اللي هي إن الخلية أن ستيميوليتد، يعني الخلية من غير ما أعملها مين؟ يسرحوا أرجوهم ما يسرحوهم. بلاش من النبي أحلام اليقظة. كل محاضرة أقولها يا جماعة. كل كلمة أقولها مهمة. الكلمة اللي بقولها مبني عليها بلاوي تانية. كده. وأنا جيت بقى تهز البلاوي التانية دي ما أنت أوريدي نمت مني في الحتة اللي فاتت. خلاص ضاعت المحاضرة. ما أنت قاعد تايه حضرت الجيم صح ودي معايا. ريستنج من برين بوتنشال على فكره الجمله موضحه بسهل. ريستنج من برين بوتنشال قلنا ريستنج دي معناها ان الخليه ار ستيميوليتد. انا ما عملتهاش مين؟ ستيميوليشن هي حاله ريستنج. طيب لما اجي اقول لك دايما لما نيجي نترجم حاجات الانجليزي اللغه العربيه فخد من يمين روح على مين؟ على اليسار. يعني ريستنج من برين تنشن. اول ما اجيب الجمله منين؟ عايز اجيب معناها ريستنج من تنشن انه البوتنشال. انه مين؟ انه البوتنشال ديفرنس. انه البوتنشال مين؟ ديفرنس. اكروس الممبرين. اكروس مين؟ عبر الممبرين. ديورنج مين؟ ريستنج من برين تنشن. فرق الكوره اللي هو موجود عبر مين؟ في درجه خليه بره موجب وجوه اثناء مين؟ اثناء الرسم. طب والرقم كام؟ رقم كام؟ ماينس 90 اللي بره. ماينس 90 قلنا ماينس دي تعني ايه؟ يعني هو نيجاتيف وبره مين؟ بوزيتيف. طب ايه السبب بقى؟ ما قلنا بلاش مش المعلومه الثانيه بقى كل دي حاجات كده ايه؟ مش المفروض تشرح حاجات ثانيه.
المفروض السيل ممبرين يا شباب